في عناوين نشرة الليلة: التأليف على جبل الأولمب حيث آلهة الأساطير. أمن الدولة يتوسع على السكة. مطرح ما متمركزين نحن أنشئت عدة قطاعات لإدارات حكومية وأجهزة أمنية تابعة لوزارات أخرى. حسن صبي تستعيد أنوثتها وحقها في الحياة. حلم أهلي أصير وفارة علم المصلحة. الإسمنت يهدد غابة خندق الرهبان. نتمنى على الرهبنة الأنطونية تخلي هالمتنفس الطبيعي للعالم. نهر بيروت ينافس الموت. اللي منلاقي نحن نفايات منزلية، نفايات صناعية، مجرير، شو بدك موجود بهالنهر؟ الويتر مجبر على دفع البخشيش للمطعم. في ترينز كيكي من السيارات إلى القطارات. بدي اياها بفن الخبر. اشتاق لي وتخاف علي. بدي اياها. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الاخبار ترقبوها في النشره بعد قليل. مساء الخير. مشهد البخاري وهو يودع الحجيج في المطار سيتجدد عندما يودع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي تلقى دعوة نقلها إليه الوزير المفوض لزيارة المملكة، ووعد بتلبيتها عندما تنضج ظروف الحج السياسي. في هذا الوقت كثر الحديث عنها، لكنها لا تزال في علم الغيب ولا تحتاج إلى قراءة طالع للتنبؤ بأن كل حراك التشكيل الذي يدور حولها إنما يدور في حلقة مفرغة. وإذا كانت الزيارات المكوكية هي لضخ الروح في الجماد، فإن كل السيناريوهات التي تتحدث عن أجواء إيجابية لا تعد كونها خرقا لجدار الصوت. وفي ظل تقدم الحديث عن حكومة أمر واقع على قاعدة الكي آخر الدواء، فإن الحديث عن أن موازين قوى التأليف ترجح كفة 10 وزراء للكتل الكبرى وبثلث معطل وفقا للحسابات الجارية على دفاتر الكتل، دونه عقبات الأحجام والمستوزرين. وفي اتصال برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، قال للجديد: قاعد بالجبل مش عم تابع، مش علمي في عقد درزية. وفي معلومات الجديد من مصادر تدور في فلك عين التيني، فإن الجو إيجابي وأن هناك تقدما بلا خروق. وفي انتظار عودة رئيس حزب القوات سمير جعجع من إجازته الخارجية بعد عيد السيدة، فإن معراب جدولت زياراتها وأوفدت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي إلى بيت الوسط بعدما كان زار عين التيني، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدار ساعة ونصف الساعة. خرج بعدها رياشي ممتلئ الرئتين فتحدث بما يجول في خاطر بري، وقال: في الليتورجيا الملكية نقول إن من يرتل كمن يصلي مرتين، أما في السياسة فنقول لا أحد يمكنه أن يحسب حجمه مرتين، وكفى بالله وكيلا. رياشي الذي أدى دور الوكيل رمى صليته باتجاه الرابي من عين التيني، حيث قال: الأهم هو أن يتواضع هذا البعض ويعرف أن وحدة المعايير هي كل متكامل لا تنطبق على سواه من دونه، بل عليه وقبل سواه. وبناء على ما تقدم، فإنه لا شيء يسير على الصراط المستقيم سوى المخالفات وإمرار الصفقات، من قتل آخر مساحة خضراء تتنفس بها العاصمة متمثلة في رئة غابة خندق الرهبان في بعبدة، إلى امتلاء رئتها الأخرى بمياه الصرف الصحي، حيث تحول نهر بيروت إلى منافس حقيقي لنهر الليطاني عن فئة التلوث، فضلا عن استباحة الأملاك العامة حيث ترتفع المنشآت بموافقات شفهية على أرض السكة الحديد المنسية. ومتى عرف السبب بطل العجب، أمن الدولة يعتدي على أملاك الدولة.
إذن بناء تابع لأمن الدولة على عقار للسكك الحديد من دون تراخيص، والمديرية تؤكد حصولها على موافقة شفهية فيما ينفي المعنيون الأمر. تقرير للزميل هادي الأمين. هذا العقار في منطقة سن الفيل تابع لمديرية السكك الحديد والنقل البري، منذ أعوام تشغله غير مديرية أمنية في الدولة. فهذا مبنى يستعمل سجنا للأمن العام، وإلى جانبه مركز القوى الضاربة في فرع المعلومات، وكذلك يشغل الدفاع المدني جزءا من العقار، إضافة إلى مبنى قديم يشغله أمن الدولة. لكن الجديد إنشاءات حديثة لأمن الدولة من دون تراخيص ولا أي مسوغ قانوني. مديرية أمن الدولة عندها مديرية حماية الشخصيات متمركزة بهذه البقعة بعتقد من أكثر من 15-20 سنة، وما كان في أي إشكالات بحضرتك اللي عم بتحاول تحطها بإطار يمكن أنه في تعدي أو ما فيها مسوغ قانوني بهذا الموضوع. نحن موجودين هناك من 15-20 سنة، وفيني زيد أكثر، يعني أكيد هي المنشآت مبينة للعيان. مطرح ما متمركزين نحن أنشئت عدة قطاعات لإدارات حكومية وأجهزة أمنية تابعة لوزارات أخرى، مش بس أنتو يعني، لا مش بس في عدة أجهزة أمنية أخرى أو إدارات متمركزة بهذه البقعة، وما في أي إشكال بعتقد بينه وبين إدارة سكة الحديد، بس علاقة تنسيق ونحن نسقنا وفي أكثر من مرة بهذا الإطار. الحاجة إلى مساحة دفعت المديرية إلى إنشاء هذه الغرف، إضافة إلى سور من الأسمنت المسلح، لكن الأذنات شفهية. نحن بهذا الإطار مديرية أمن الدولة مؤخرا تم تكليفها بشكل حصري بحماية الشخصيات، وهالشيء تطلب أنه زيادة العديد بهذا الموضوع، وبتعرف انه صار في تخريج دورة من فترة معينة وتوزيع اكثر من 200-250 عنصر على الشخصيات. هالعناصر هيدي بدها امكنة لأوياءها لتدريبها لخدمتها الادارية. لهذا السبب صار في تنسيق مني شخصيا بالبداية مشي 4 أشهر مع ادارة سكة الحديد، وتم تنسيق بشكل اكثر من مرة اتصالات لاستعمال بقعة من الأرض هي ملاصقة تماما لمبنى اللي متمركزة فيه حماية الشخصيات. وصار في تمني خلال فترة الكلام نحن وياهم أنه ما يكون في منشآت ثابتة بحال طلب بعدين إزالتها، تكون نحن تعهدنا بهذا الموضوع والموضوع قائم بهذا الشكل. المدير العام للسكك الحديد والنقل البري زياد نصر رفض الحديث إلى الكاميرا، لكنه قال إن الموضوع يعالج إداريا، مؤكدا أن لا موافقة شفهية على الأعمال، وأنه طلب إلى أمن الدولة تقديم طلب قبل بدء الأعمال لكن ذلك لم يحصل. وزير الأشغال يوسف فينيانوس أكد في اتصال بالجديد أنه لم يعطي أحدا موافقة وليس لديه أي طلب وأن الأعمال مخالفة. كله معروف انه بالعمل الاداري في طريقين، في موافقات مسبقه وبعدين بصير العمل، وفي تواصل مباشر بتاخذ انت موافقه بيقولوا مبدئيه او شفهيه وبصير الامور الاداريه الاخرى على سبيل التسويه. بين القول بوجود موافقه شفهيه على الاعمال وعدمها، منشآت في عقارات للدوله وسكه الحديد خارج السكه. هادي الامين، قناه الجديد. نهر بيروت ينافس الليطاني ونهر الموت في مباراة التلوث وحمل أكبر كمية من مياه الصرف الصحي والصناعي. لن نقارن واقع نهر بيروت بنهر التيمز في لندن، ولا بنهر السان في باريس، ولا بغيرهما من الأنهر التي تعبر المدن بسلام فتلقى عليها تحية نظافة. تتغنى المدن بأنهرها، أما بيروت فحولت رئتها المائية إلى قناة للصرف الصحي والصناعي. نفايات صرف صحي، مخلفات مصانع، كلها تجتمع في مجرى نهر بيروت بين الحازمية وجسر الباشا. هذا المشهد برسم وزارة الطاقة والمياه، هذا النهر هو مسؤوليتها
اليوم وقت اللي منلاقي نحن نفايات منزلية، نفايات صناعية، يعني مجرير شو بدك موجود بهالنهر. وطبعا مش عم بالغ إذا عم أقول غالبية الأنهر اللبنانية تحولت إلى هذا المشهد. نهر بيروت اليوم هيدا نهر كان يغذي العاصمة، كل هالصرف هيدا إن كان مجبل بطون ولا منشار صخر ولا معمل بقص ألمنيوم ولا منجرة، كل هذه المعامل على بعضها والصرف تعولها لم يخلط بيختلط، بيصير في عندك تفاعل وبينتج عنها الرغوة وهالمواد اللي هي ممكن تصير مواد سامة. الأكيد أنه هذه المواد مش صحية للإنسان، الأكيد هذه المواد مش صحية لتوصل على البحر وتزيد من التلوث اللي هو ضارب البحر اللبناني. مشهد نهر بيروت هذا لا يختلف عن مشهد نهر الموت الذي أضأنا عليه في تحقيق سابق، ولكن وفي ظل غياب حس المسؤولية عند المعنيين ينتهي التحقيق وتعود المياه إلى مجاريرها. ليال بوموسى، قناة الجديد. مسار التأليف يتقدم بإيجابية من دون أن يصل إلى مرحلة الخرق، وإنجاز حل العقدة المسيحية ينتظر عودة رئيس القوات سمير جعجع من الخارج. حركة اتصالات معلنة إنما من دون إعلام. على هذا النحو تتواصل مساعي إنجاز التأليف الحكومي. لقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، جمع في عين التين الرئيس نبيه بري ووزير الإعلام ملحم رياشي، الذي وصف اللقاء بالممتاز وأن الأمور إيجابية والرئيس بري يساعد الرئيس المكلف في حلحلة العقد أمامه، وهكذا فعل رئيس حزب القوات سمير جعجع إذ قدم التسهيلات أمام الحريري إلى الحدود القصوى. واقتبس رياشي بعضا من مقالة الصحفي رفيق خوري قائلا: لكن تبقى بعض العقبات، وأهمها أن بعضهم يظن أن الحكومة تؤلف على جبل الأولمب حيث تعيش الآلهة الأساطير، في حين أننا كائنات بشرية عادية نسعى لذلك. وتابع رياشي: الأهم هو أن يتواضع هذا البعض ويعرف أن وحدة المعايير هي كل متكامل لا تنطبق على سواه من دونه، بل عليه وقبل سواه. وختم بالقول: نقول في الليتروجيا الملكية إن من يرتل كما يصلي مرتين، أما في السياسة فنقول لا أحد يمكنه أن يحسب حجمه مرتين، وكفى بالله وكيلا. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط نفى في اتصال بالجديد وجود أي عقدة درزية، مكتفيا بالقول: أنا بالجبل ومش على علمي في عقدة درزية. موقف جملاط تقاطع ومصادر نيابية مواكبة لمسار الاتصالات، إذ أكدت الجديد أن اللقاءات التي جمعت الوزير جبران باسيل بالرئيسين سعد الحريري ونبيه بري حققت تقدما إنما لا يمكن وصفها بالخرق، مؤكدة أن بري يقدم كل مساعدة إلى الرئيس المكلف لإنجاز التأليف، وأنه أعرب عن استعداده للتدخل عند حلفائه والإشراكي بعد حل العقدة المسيحية بين التيار والقوات. وبحسب المصادر عينها فإن التيار الوطني أو تكتل لبنان القوي لا يمكنه المناورة لحصوله على 11 وزيرا، والقوات بحسب المداولات يمكن أن تتجاوز مسألة الحقيبة السيادية. على يستمر زخم الاتصالات بالوتيرة عينها إلى حين عودة جعجع من الخارج بعيد عيد السيدة. وفي جهة أخرى مقابلة، أشارت مصادر معنية بالتأليف أنه بعد حركة الاتصالات القائمة بات الموضوع عند الرئيس الحريري لتدوير الزوايا مع القوات والاشتراكي، وأن ما قدمه رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل جاء وفق المعايير التي وضعها الرئيس الحريري لتأليف الحكومة. وأكدت هذه المصادر أنه لم يصر إلى طرح 11 وزيرا للتكتل، إذ أنه من غير المنطقي طلب فريق رئيس الجمهورية للثلث المعطل. أما بما يتعلق بالحقائب السيادية فهي موزعة طائفيا، وبالتالي لا يمكن إعطاء القوات الحقيبة التي هي من حصة التكتل الأكبر مسيحيا. وبحسب المصادر عينها فإن العرف منذ الطائف أن حقيبة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، وهذا ما تعرفه القوات جيدا. أما إذا أراد الرئيس المكلف إعطائهم من حصته كما فعل الرئيس بري مع السنة المستقلين فلا مانع في ذلك. الطفلة فاطمة من شحم الميكانيك إلى تصفيف الشعر.
فاطمة بلحظ في عامها 12 رسمت بزنديها السمراويين رواية من واقع الحياة لطفلة لبنانية دفعها الفقر إلى الشارع، فشاء لها القدر أن تعمل في إصلاح الدراجات النارية في بيروت في منطقة الأوزاعي، محبة لمهنتها وهي لا تقل عزماً عن أي رجل يمارس عملها. فتت على مدرسة طلعت منها، يعني لما ما كان معنا مصاري كمان طلعت منها للمدرسة وبلشت أشتغل بالكنسة. اشتغلت أول شيء عند المقدد اللي أخذ الأوزاعي، اشتغلت عنه كأنه أنا صبي. فأنا قلت لهم أنه أنا لأ بنات، قال لي اشتغل هالجمعة ووقف. حلمي أهلي أصير وفارة علم المصنع. وحتى لا تكون فاطمة أو كما ينادونها حسن صبي محط أنظار مستغلي عمالة الأطفال، بادرت الجديد لإنقاذها وتحقيق أحلامها. تواصلنا مع وزارة الشؤون التي أبدت استعدادها للمساعدة ومتابعة الأمر إلى أن تأخذ الطفلة فاطمة مكانها الصحيح في المجتمع. نحن كوزارة شؤون اجتماعية نتدخل من خلال ممكن ملف، نعمل ملف حماية للطفلة من خلال مساعدة اجتماعية، فريق عمل متخصص بالوزارة بهيدي الإشكالية كيف ممكن يتدخل، بنعمل تحقق مع الطفلة والعائلة، بنعمل بحث اجتماعي وضع اجتماعي عن أسرتها، إلى جانب بعض الإجراءات اللي ممكن نحن نقوم فيها من خلال المتابعة مع الأهل، لأنه اللي تبين من فاطمة أنه هي حبها كتير أخواتها يكونوا بمطرح عم بيتعلموا، لأنه هي انحرمت من التعليم، حبها هي تكمل أنه يتعلموا، إلى جانب أنه هي بعمر 12 سنة كمان هي طفلة أخذت المينيموم من القراءة والكتابة، بس ظروف الحياة وظروف الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي هي عايشته ما سمحت لها أنها تقدر تكمل. توجهنا مع فاطمة إلى تحقيق حلمها ولو ليوم واحد بأن تكون مصففة شعر نسائية، وهنا كانت المفاجأة الأولى لها. هنغطي لك عيونك نحن أنه حاضرين لك مفاجأة. قوي قلبك إيه؟ يلا بلا بلش الحلم يتحقق من هلأ. فاطمة عم ساعدتها لتحقق حلمها، قدرت ساعدها على بقدر عليه أنا، وكل إنسان قد ما بيقدر يساعد أنا بتمنى كل حدا يساعد التاني باللي بيقدر عليه. هذا وتعهدت وزارة الشؤون بالتكفل بالطفلة فاطمة وعائلتها على أن تكون تحت رعاية الدولة وحمايتها. ذو الفقار عز الدين يعود إلى صور شهيداً بعد 5 سنوات على فقدان جثمانه في سوريا. إلى مثواه الأخير في مدينة صور عاد شهيد حزب الله ذو الفقار عز الدين بعد استعادة جثمانه من سوريا. الشهيد عز الدين كان قد قضى ذبحاً بعد أسره في الغوطة عام 2013، وكان من أوائل الذين اقتحموا الغوطة الدمشقية ودحروا إرهابيي داعش والنصرة عنها قبل أن يقع في الأسر. الشهداء طلبوا كل معادلات الأعداء، فلا تسويات مع المحتلين ولا مفاوضات مع الغزاة ولا صفقات قرن مع هؤلاء. الشهداء رسموا لنا خط العزة والكرامة والفخر والمهابة. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد. وحمل جثمان الشهيد في شوارع المدينة وضواحيها قبل أن يؤبن في ملعب الإمام الخميني وينقل إلى مثواه الأخير في منطقة المساكن الشعبية. بيروت مهددة بخسارة آخر بقعة خضراء قريبة منها، غابت خندق الرهبان أقفلت في وجه الناس والفرز العقاري قد يزيلها من الخريطة.
بينما كانت بيروت تختنق عاما بعد آخر بالأسمنت، كانت أقرب غابة من العاصمة تحتضن الناس. كبارا وصغارا ظلوا يتنشقون هواء غابة خندق الرهبان في بعبدة. منذ سنة ونصف لم يعد دخول الغابة متاحا بعدما انتهى العقد بين مالك الأرض دير مار أنطونيوس التابع للرهبانية الأنطونية وجمعية الأرض التي كانت تهتم بحماية وإدارة الغابة، فأقفلت في وجه الناس وباتت مهملة ومتروكة لقدرها. لكن الأخطر هو الحديث عن إمكان فرز الغابة عقاريا واندثارها. أنا كنت حارس الغابة هون، كان قبل بيجينا زوار من بيروت، فيها بلوط، فيها غار، فيها زعتر، فيها كليل الجبل، فيها اللي بدك إياه. هذيك المرة واحد قال لي جايب ابنه لهون، قال لي ابني معه ربو بيجي لهون. غنى الغابة بالحياة النباتية والبرية جعلها من ضمن 19 موقعا مهما للتنوع البيولوجي في لبنان. خلال 8 سنين زاروها 150 ألف زائر من الكشاف والمدارس والتلاميذ، كانوا يعتبروها إذا بدك مثل المعلم أو متحف، لأنه بتحتوي على diversity، huge diversity من النباتات. قلب رئيس البلدية على الغابة ويدعو إلى المحافظة عليها. كلنا بنتمنى على الرهبنة الأنطونية تخلي هالمتنفس الطبيعي للعالم تطلع، تقدر تبطع هالبقعة الخضراء نحافظ عليها. وما بعتقد انه الرهبنة الأنطونية يعني ممكن تأثر على كيانها المادي اذا خصصت هالغابة هيدي لأهالي المنطقة. وإذا سكرت وبطل في أمل، ممكن البلدية مثلا تستثمرها أو تستملكها لتحافظ عليها خضرة؟ طبعا بحجمها الكبير كتير هيدي بدها تكون محمية، والمحمية بتطلع بمرسوم ويعوض على في تعويضات بدها تندفع بتفوق قيمة، بتفوق مقدرة البلدية على أنه تستملكها. طبعا بمساحتها الممتدة على 100,000 متر مربع وقربها من بيروت، هي آخر رئة طبيعية للعاصمة وضواحيها. في بلد تنهش طبيعته بالمقالع والكسرات، بات لزاما المحافظة على كل شبر أخضر فيه، فكيف إذا كانت آخر بقعة خضراء قرب بيروت؟ نعيم برجاوي، قناة الجديد. جولة سياحية في بعلبك، تفاصيلها مباشرة مع الزميلة جوال الحاج موسى. جوال مساء الخير، أنت كل النهار مضيتيه ببعلبك ولهلأ ضمن جولة سياحية بالمدينة، خبرينا تفاصيل هذه الجولة وبالتحديد يعني مدينة الشمس، ماذا أرادت أن تقول اليوم للصحفيين والذين زاروها وأمضوا فيها هذا النهار؟ نعم جورج، يعني يمكن من النوادر لنكون عم نطلع من بعلبك برسالة تشبه الرسالة. أنا اليوم ماني عم غطي لا أحداث أمنية ولا عم غطي تطورات بالخطة الأمنية ولا عم غطي إطلاق نار أدى إلى سقوط جريح، وإنما اليوم أنا عم غطي الصورة الحقيقية لمدينة بعلبك، لمدينة الشمس. هيدي الصورة يلي حاولت جمعية سيف سايد إنها تبينها من خلال إنها دعيت عدد من الإعلاميين، حوالي 20 وسيلة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، وأيضا من الانترنت الإعلام الإلكتروني، دعتهم لتمضية هذا النهار الطويل بمدينة بعلبك. جلنا بأسواق هيدي المدينة، تعرفنا على أهلها وجها لوجه، بعيدا يمكن من الكاميرات، بعيدا من الأجواء اللي تعودنا عليها بمدينة بعلبك، الأجواء الأمنية اللي للأسف أغرقت فيها هذه المدينة. جورج، فينا نقول أنه بعد تنفيذ الخطة الأمنية، هي خطة أمنية ناجحة. عم نشوف سواح بالمنطقة، عم نشوف أشخاص إذا يعني وراي قلعة بعلبك اللي عم تتحضر لاستقبال المسرح جورج خباز بضمن مهرجانات بعلبك الدولية. هيدا النهار الطويل استقبلونا فيه أهالي بعلبك بالزفة، بالدبكة البعلبكية الأصيلة، بالصفيحة البعلبكية. كان نهار سياحي، سياحة داخلية، لابد من أنه الشعب اللبناني يدرك أنه مدينة بعلبك هي مدينة آمنة، خصوصا بعد تنفيذ الخطة الأمنية. اليوم عناصر القوى الأمنية هي حاضرة لتأمين سلامة المواطنين الذين حضروا لهيدا المهرجان اليوم يلي بعد شوي رح يبدأ، وأيضا لنعرف أكثر عن هدف هيدا النهار الطويل يلي حضرته جمعية سيف سايد إلى جانب رئيس جمعية سيف سايد. اليوم
شو الرسالة اللي بدك توصلها للبنانيين ولا البعلبكيين ولا لكل الأشخاص اللي بيخافوا يطلعوا بعلبك تحت ذريعة أنه مدينة منا آمنة؟ مزبوط. أول شيء أهلا وسهلا فيكم ومرسي للتغطية لهذا النهار الحلو، ومرسي لأنكم قبلتوا زيارتنا وشرفتونا، وبعلبك بيت مفتوح لكل اللبنانية. تور هيدي اليوم إلها رسالة كتير كبيرة، لأنه تعرفوا معروف عن بعلبك الصيت البشع، الحرامية، الخطف، هيدا كله ب 3% من كم واحد طلعين على القانون عم بيعملوا هيدا الصيت البشع للمنطقة. اليوم هيدي التور بدها تقول لكل العالم، الإعلامية عليهم دور كتير مهم لإيصال الصورة الحقيقية، مثل ما عملتوا حضرتكم مشكورين لإيصال الصورة الحقيقية عن مدينة بعلبك المظلومة بالإعلام نوعا ما. كمان عنا دور كبير كتير لنقول لكل العالم اللبنانية وللأخواننا العرب أنه بعلبك مفتوحة للكل. نحن تقريبا من سنتين جايبين 2500 سائح من دون دعم وزارة السياحة ومن دون دعم حدا. عم تحكي عن دعم وزارة السياحة، عم بتشوفوا كجمعية من المجتمع المدني في تقصير من الدولة بهذا الموضوع؟ طبعا في تقصير كتير كبير، وخصوصا وزارة السياحة لبعلبك. بعلبك مثل الماصة كتير غالية، بس بدها يتضوى عليها. بعلبك بدها تسويق فقط لغير، ما بينقصها شيء من الشعب الطيب الكريم المضياف، لأسراتها، لأكلاتها الطيبين، لشعب الطيب ما بينقصها إلا أنه يتسوق لبعلبك بالطريقة المضبوطة. وهيدي مسؤولية وزارة الأثار ووزارة السياحة سوري، وإن شاء الله أنتوا الإعلام وزارة السياحة توقفوا حد بعلبك مثل ما هلا وقفتوا معنا. مرسي لك على كل حال، وانا بشكرك على هيدا النهار يلي بعتقد انه مدينه بعلبك ما بيقضيها نهار واحد لحتى نبرم فيها، نعرف هيدا الاثار، هذا التاريخ العظيم، التاريخ الروماني. هذه القلعه تشهد على تاريخ وقفوا عليها ابرز الفنانين واشهرهم ان كان عربيا او عالميا. جورج، يعني الاجواء ببعلبك السلم واضح. نعم على كل حال. جوال، يعني بعلبك وقلعتها ومهرجانها متوجين بصوت فيروز الخالد، ونتمنى انه هالصوره هي اللي تضل مطبوعه بالبال عن بعلبك على طول. شكرا لك جوال الحاج موسى على هذه الرساله. هيدا الهدف الرئيسي وراء هذه الزياره اليوم جورج. شكرا جوال، كنت معنا مباشره من امام قلعه بعلبك. نتابع النشره وبعد الاعلان ورده بيضاء ومصحف. ويتعدون على ممتلكات الدوله ويهددونها. أصحاب المولدات يستخدمون البنى التحتية الخاصة بالدولة من دون مقابل، ويهددون بقطع تيار الاشتراك عن المواطنين. يخيل للناظر إلى مشهد الكابلات الكثيفة التي تغطي الأعمدة بأن شركة كهرباء لبنان أجرت تمديدات جديدة لتحسين وضع التيار الكهربائي، لكن في الحقيقة ما هي إلا تمديدات عشوائية عائدة إلى المولدات الخاصة في تعد صريح على ممتلكات الدولة، حيث يستخدم أصحاب المولدات الأعمدة العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان خدمة لمصالحهم من دون إذن أو رخصة من الشركة ومن دون مراعاة السلامة العامة، حيث احتكاك بسيط قد يؤدي إلى كارثة في الشبكة. القانون واضح وصريح في موضوع التعدي على الممتلكات العامة. لا شك أن المشرع اللبناني بالمادة 750 وما يليها أن العقوبات عاقب بالحبس لغاية 3 أشهر وبالغرامة على كل من يستعمل الأملاك العامة دون وجه حق. في حال مد الأسلاك الكهربائية أو التعدي على الجسور والأعمدة، وهذا جرم جزائي سواء باحتلالها أم باستعمالها. مؤسسة كهرباء لبنان ما زالت ولغاية التاريخ ما عم تستعمل حق القانون الوارد بمادة 651 عقوبات، اللي بتقول أنه كل من يستعمل أشياء تخص غير دون موافقته يعاقب بالحبس لغاية 6 أشهر إضافة إلى العطل والضرر. حتى الجسور لم تسلم من التعديات، فهذا الجسر المخصص للسيارات أصبح جسر عبور للتيار الكهربائي، فالتفت الأشرطة الكهربائية بشكل عنكبوتي على جانبيه ومن تحته معرضة المارة للخطر. وكما البر كذلك الجو يتعرض للتعدي، فالدخان الناتج عنها يلوث الهواء، وما يزيد الوضع سوءا وجود هذه المولدات داخل الأحياء السكنية وعلى مقربة من المنازل، وحتى الشجرة لم يسلم من التعديات. ويعلنون عن إطفاء تحذيري
تصاعدي يتم تحديد موعده في بيان يصدر عن المنسق الإعلامي للتجمع وصولا إلى الإطفاء التام بحلول 1/10/2018 في حال استمرار السياسات الحالية المشحفة والكيدية من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد. كمن يشرب من البئر ويرمي حجرا فيها يستعمل أصحاب المولدات مرافق الدولة ويرفضون قراراتها ويهددون ويتوعدون بإطفاء مولداتهم إذا نفذ الوزير قراراته، فهل تشغل الدولة مولدات حزمها وتفرض قراراتها أم سينتصر تيار المولدات على تيار الدولة؟ تدهور الوضع الأمني في مخيم المية شرقي صيدا، حيث تطور إشكال فردي بين عنصر في حركة فتح وأحد مناصري حركة أنصار الله إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين استخدمت فيه قذائف صاروخية من دون أن يبلغ عن وقوع مصابين. وقد أجرت قيادات فلسطينية ولبنانية اتصالات عاجلة بقيادتي الطرفين من أجل تهدئة الوضع منعا لتفاقمه، وشهد المخيم نزوح بعض الأسر تحسبا لتطور الأمور. القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري يفتتح موسم الحج في مطار بيروت بوردة بيضاء ومصحف شريف. هذه الزحمة ليست بغريبة عن مطار بيروت الدولي، ككل موسم حج يتكرر هذا المشهد، زحمة حجاج يستعدون لمغادرة لبنان إلى مكة لتأدية فريضة الحج، وزحمة مسافرين إلى بلدان أخرى، ما قد يؤدي أحيانا كثيرة إلى تذمر البعض. كثير عجبة شاهدة أنه ما في نظام أبدا، يعني بالمرة فوضى. عجقة مثل عادي، ما في راس عم يخطط، عم يفكر أنه في بشر ناس بوقت معين عند طيارتها. مطار طويل عريض، في بس دخلتين ده مطار. جينا بكين مشان نلحق الطيارة، في ما شاء الله الله يبارك في الحجاج كتار اليوم. وصول القائم بالأعمال السعودي في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري إلى صالة المغادرين في المطار زاد الزحمة زحمة. البخاري جاء مودعا طلائع الحجاج اللبنانيين موزعا عليهم المصحف الشريف ووردة بيضاء. السفارة السعودية في لبنان دأبت في كل عام أن تشارك في توديع طلائع بعثات الحج لوصولهم إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة. احنا نودعهم في أجواء إيمانية ونستقبلهم في أجواء إيمانية تليق بهذا المحفل الديني وبهذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل المسلمين. من اللبنانيين لهذا العام 5500 تأشيرة حج يرغبون بأداء مناسك الحج، وعندنا تقريبا تم منح 1500 تأشيرة للإخوة الفلسطينيين و 5500 للسوريين، وكذلك عندنا تأشيرات خاصة للعاملين في البعثات الدبلوماسية المعتمدين في لبنان بحدود 18 جنسية مختلفة، تم منحهم تأشيرات لتسهيل أداء فريضة الحج. هل ممكن نشهد بعد العيد وفود السائحين السواح السعوديين إلى لبنان؟ هم واصلين ما شاء الله، أنا أشوف الفنادق كلها مليئة بالسياح السعوديين، وهنيئا للبنان وهنيئا لهم. لكن الحظر لم يرفع بعد. قريبا عندما يتم انتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية نحن نرتقب فرحة الإعلان عن التشكيل، وسيتم الإعلان عن رفع التحذير. والمفارقة أنه هذا العام لم تعطى تأشيرات الحج وفقا للكوتا التي كانت معتمدة سابقا والتي كان يتقاسم فيها السياسيون حصص التأشيرات، وفي أغلب الأحيان كانت قائمة على وساطة السياسيين، بل إن راغبين في تأدية مناسك الحج تمكنوا جميعا من الحصول على التأشيرة من دون وساطة، وذلك بمتابعة شخصية من البخاري. في مؤتمر صحفي ندد النائب أسامة سعد بحرمان الجنوب الكهرباء وإبقائه رهينة المحصصات السياسية. ولقد أمل أبناء صيدا والجنوب بحصول تحسين في التغذية بالتيار الكهربائي بعد وصول باخرة الكهرباء، غير أن أملهم قد خاب بعد انتقالها إلى مكان آخر. قصة الباخرة تؤكد مرة جديدة أن اللبنانيين هم الضحية للمناكفات السياسية وللصراعات على تقاسم الحصص بين أطراف السلطة. كما نستهجن عدم قيام المسؤولين من أجل إلزام أصحاب المولدات بالمباشرة في تركيب العدادات على نفقتهم.
مرة جديدة وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انتقادا إلى الساسة من باب اقتراب موعد الاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. وأمام وفد من بلدة تنورين برئاسة رئيس مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب، استذكر الراعي كلام الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أن لبنان من دون المسيحيين لا يمكن أن يكون، داعيا إلى المحافظة على الوحدة الداخلية وخصوصا الوحدة المسيحية. ما فينا نتلاعب بوحدتنا الداخلية لأنه في الانقسام ضعف وفي الاتحاد قوة. يعني بعد سنتين نحن بقى نحتفل بالمئوية الأولى للبنان، لدولة لبنان. بدي أعترف لكم أنه أنا طلب صار طالب إلي 3 سنين بطالب السلطة في لبنان، يا جماعة عملوا لجنة لبنان وفرنسا والبطركية، لأنه الثلاثة كانوا معنيين، بدنا لجنة تنحضر هذه المئوية. مع الأسف ما في جواب أو ما في اهتمام. حكينا مع الرئيس ماكرون هولاند بالأول إلى من كل بد نحن جاهزين، رئيس ماكرون فورا إلا طبعا نحن كلنا معنيين. هون ما بعرف شو ملهيين، ويا للأسف ما بعرف إذا نحن لازم نسكت أو مش لازم نكون شيء. ما دام فتحت الموضوع دكتور، لازم نحن عيب علينا تجي المئوية الأولى ومش رح نعمل شيء. إن شاء الله نحن بنرجع نطرح الصوت على الجامعات وعلى الشخصيات الثقافية ونحن نكون شيء إذا الدولة ما بيعني هيدا الأمر. بكل حال ما بتعجب، لأنه مثل ما قعدنا سنتين ونص بدون رئيس بالنسبة لهم كان شيء طبيعي، مثل هلأ كمان ما بيتفقوا على تأليف حكومة وهيدا عندهم شيء طبيعي، بينما الشعب بحاجة وبفقر والاقتصاد ينذر بخطر كتير كبير. الويترز يدفعون رواتبهم بقشيشا، فهل تتكارم المطاعم على حسابهم؟ إذا بدك تعطي مبلغ من معاشك لمين بتعطي؟ مبلغ كل المعاش لأهلي. حدا بيكون فقير بعطي لحدا ما عنده حدا يصرف عليه. هم اختاروا طوعا إلى من يريدون تقديم جزء من رواتبهم، ولكن آخرين مجبرون على تقديمه بقشيشا، غالبا ما تشمل الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة، ويبقى المبلغ الإضافي أي البقشيش إكرامية اختيارية، لكن عددا كبيرا من المطاعم تقتطع نسبة منه. تعالوا نجري عملية حسابية بسيطة، إن كان راتب النادل شهريا 700,000 ليرة لبنانية يعني أنه يوازي تقريبا 23,000 ليرة لبنانية، وإن كانت الضريبة بين مزدوجين التي تفرضها إدارة المطعم 4.5% وفاتورة الطاولة 100,000 ليرة مثلا، فعلى الموظف أن يدفع مبلغا قدره 4,500 ليرة لبنانية في حال لم يدفعه الزبون، وإن لم يكن الحظ حليف النادل فيدفع يوميته بدل أن يتقاضى. أنا قبل ما بلش شغل هون كنت أشتغل قبل بكافيه، والسبب الرئيسي اللي خلاني أترك هو الضريبة اللي كنا ندفعها على فوتيل كنا نبيع، يعني على السيل كنا نبيع 3.5%، وكان ينقسم من معاشنا آخر الشهر قد نص معاشنا يكون مخصوم منه، لأنه في زبونات ما كانوا يتركوا تب نحن نتحمل الضريبة تبعهم، وحكينا كتير بهالموضوع بس ما حدا رد علينا. أنا كنت أدفع 4.5% وهي كمان نسبة كتير عالية. في أيام ما كنت أتوفق بولا طاولة، ادفع أنا من جيبتي 30,000 زيادة. هذا ما يعد مخالفة للقانون. العرف والاجتهاد اللبناني ثابتين، اللي كل شيء بيدفعه الزبون إكراميات هن من حق العمال، وما بحق له رب العمل يقتطع منهم أي جزء إلا بحالة التكثير، يعني إذا الشباب كسروا صحون أو كبيات أما شيء معين، هذا الشيء بحق له يقتطعه فقط لغير، بس ما فيجي يقول أنا بدي شيل نسبة معينة 3% أو 5% لازيدهم لمعاش حدا تاني. طب في عالم ما بتدفع 10%، كيف بخصمها من الشباب يعني؟ هذا واحد. اثنين، إذا في عالم كمان بيدفعوا بالكارت بانكير، اللي بيقول له أديل فاتورة هتفضل كارت بانكير، ما في يزيد لحاله الشاب 10%. نقيب أصحاب المطاعم في لبنان غير مطلع على القانون، إلا أنه يعول على كرم اللبناني ومهارة النادل.
ما درست بالقانون، هيدا بيعمل موتيفيشن وبيربحوا فيه الموظفين، كل ما دللته كل ما دفع، وانت بتعرف اللبناني كريم 3.5% بيدفع، ما بيدفع للمطعم، بيدفع لزملائه هيدي. نحن ما خصنا ندفع، نحن بنشتغل برا، وها هي انه العالم اللي جوا على الشركة هي مسؤوليتها انه تدفع. الكرم صفة حسنة، ولكن أن يكون اللبنانيون كرماء فهذا لا يعني بالضرورة أنهم قادرون اقتصاديا على أن يدفعوا بقشيشا يساوي النسبة التي تفرضها المطاعم من دون علمهم. غدي بوموسى، قناة الجديد. تحول الأوتوستراد الرابط بين بلدتي العبودي ومنجز إلى مكب للنفايات، حيث تستقبل روائحها والدخان المتصاعد نتيجة حرقها العابرين الذين باتوا يشكون خطرها البيئي والصحي. وفي ظل غياب الاهتمام الرسمي والبلدي، ارتفعت أصوات المواطنين بالشكوى من سحب الدخان والتلوث الذي يطال المنازل ويحجب الرؤية على الأوتوستراد، ما يهدد حياتهم ويعرض سلامتهم للخطر. النائب ميشيل معوض يعلن رفع الغطاء السياسي عن بلدية صغرتة. جدد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض دعوته إلى الإسراع في تأليف حكومة تضم حصة وازنة هي حصة أكثرية اللبنانيين من أصحاب الكفاءات والكف النظيفة. كلام معوض جاء في العشاء السنوي لجمعية المساعدات الاجتماعية، الجمعية التوأم لمؤسسة ريني معوض. نفهم اليوم أن تكون المصالح السياسية المتضاربة بتشكيل الحكومة وغير تشكيل الحكومة وصلت اتفاق مع الرابع على العناية الفائقة، بس ما لازم انه التكتيك يطرى على الاستراتيجية. الشراكة بين صغيرتها والزاوية بتعمل ندية بالعلاقة، وبتعمل انه الكل اهل صغيرتها واهل الزاوية عندهم فرص متساوية لخدمة صغيرتها الزاوية وخدمة لبنان. نحن بصدد تشكيل لقاء او تجمع بضم رموز من كل مكونات صغيرتها الزاوية الجغرافية والاهلية لنوضع برامج مشتركة وسياسات عامة وإنمائية مشتركة لمنطقتنا ولمصلحة صغيرتها الزاوية الإنمائية. أخذنا القرار برفع الغطاء السياسي عن بلدية صغيرتها. في الختام جرى تكريم عدد من الشخصيات والطلاب المتفوقين، ثم كانت سهرة أحياها الفنان مصطفى هلال. جمعية بيروت ماراثون تعلن برنامج سباق بلوم بانك بيروت ماراثون لعام 2018. أطلقت جمعية بيروت ماراثون في احتفال سباق بلوم بانك بيروت ماراثون لعام 2018، والمقرر تنظيمه الأحد في 11 من تشرين الثاني المقبل تحت شعار بيروت بيكبر قلبها فينا، وبطولة العالم العسكرية 50 للماراثون والتي يستضيفها الجيش اللبناني بإشراف الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية. يحتل هذا الحدث موقعا بارزا على الصعيد الوطني، فإضافة إلى مساهمتي الفعالة في زيادة الوعي الرياضي فهو صورة مشرقة عن لبنان تعكس التنوع والتضامن والإرادة وحب الحياة. لا أبالي القول بأن بلوم بانك بيروت ماراثون كان وما زال الحدث الرياضي الأهم في لبنان، وهذا لا يقتصر فقط على حجم ونوعية المشتركين فيه، بل يتعداها ليشمل الرسالة الاجتماعية للماراثون، إذ يعتبر الماراثون منصة بارزة في لبنان لدعم القضايا الإنسانية والثقافية والبيئية. 16 سنة كانت زاخرة بمحطات غنية وبنشاطات زادت بمناعة جمعية بيروت ماراثون، وقدرنا نكسب ثقة مؤسسات وجهات راعية وشريكة، قدرنا سوا نكبر ونكمل المشوار مثل الراعي الرسمي للسباق وهو بنك لبنان والمهجر. وختاما شارك الحضور في تعبئة مجسم لقلب بيروت بكميات كبيرة من الرمال الملونة. بعد الإعلان، أول مذيعة محجبة في الولايات المتحدة، وتشريع الحشيش لن يزيد من تعطيل. الجيش السوري يتقدم بعمق 60 كيلومترا في بادية السويداء ويحررها من إرهابيي تنظيم داعش.
يواصل الجيش السوري مدعوما بحلفائه تقدمه في عمق بادية السويداء وأحكم سيطرته على مساحات واسعة فيها، وباشرت وحداته عمليات التمشيط في عمق البادية من إرهابي التنظيم وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفوها وراءهم. وأسفرت العمليات عن تحرير سد الزلف والقلعة القديمة وتلول القنطرة والمناطق المجاورة بالتزامن مع قصف تحركات وتحصينات إرهابي داعش ومقارهم وتكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. وبذلك بات الجيش يسيطر على نحو 60 كيلومترا في بادية السويداء الشرقية وقطع خطوط إمداد التنظيم. وفي فيديو مصور بث عناصر الجيش اعترافات لأحد عناصر إرهابي داعش حول عملية إعدام الشاب مهند أبو عمار الأسبوع الماضي في السويداء. اللي قطع رأس الشاب وملثم شو اسمه؟ اسمه عيدة فيصل عبده. حل صوتك. اسمه عيدة فيصل عبده. شو بيكون لك إلك؟ أخو مرتي. أخو مرتك. أنت شفته آخر مرة؟ احكيني بصراحة مشان أنا بدي ريحك. شفته العام بالشتوية بدرعا. طيب أنت آخر مرة اتصلت فيه؟ رفع راسك، معي أنا اتصالات منك. نعم. إياك تغلط؟ لا والله طبعا. أنت آخر مرة اتصلت فيه قبل الحادثة؟ ارفع راسك واحكيه. قبل الحادثة بأربع أيام. قبل الحادثة؟ نعم. قبل مفاته على شبكي بأربعة أيام أورامي. نعم. ويظهر شريط مصور آخر غرفة مجهزة بالقنابل والألغام والذخيرة والطعام خلفها عناصر داعش بعد فرارهم عقب تقدم الجيش السوري في البادية. أصبحت طاهرة رحمن أول مذيعة مسلمة محجبة تظهر على شاشة التلفزيون في الولايات المتحدة، وأشارت إلى أنها من أم هندية وأب ذي أصول باكستانية، وتعمل مراسلة لمصلحة WHBF إلى أن هجمات 11 من أيلول 2001 دفعتها إلى دراسة الصحافة في مدينة شيكاغو كي تنقل إلى العالم مأساة الناس وقصصهم. وبدأت تنتشر فجأة صورة معادية للمسلمين حينذاك، وأضافت أن جيراننا كانوا ينظرون إلينا بشك، فقررت أن أفعل شيئا لتغيير التصور تجاه المسلمين. وأضافت: لم أتمكن من العثور على وظيفة كمراسلة في وسائل الإعلام بسبب حجابي، لذا بدأت العمل في قناة WHBF كمنتجة للأخبار خلف الكاميرا، وعملت في هذه المهمة أكثر من عامين. وجزمت أنه على الرغم من كل شيء لم أتخلى عن حلمي في أن أكون مذيعة، وبعد رفض طلبين لي سألت رؤسائي عما علي أن أفعله لكي أكون مرشح للعمل مذيعة، فنصحوني بالمواظبة وحصلت على الوظيفة في الطلب الثالث. أظهر استطلاع لرأي أن 8 كنديين من 10 لا ينوون تعاطي الحشيش أو زيادة استهلاكه بعد تشريعه. الاستطلاع جاء لمناسبة عزم السلطات الكندية رفع تجريم تعاطي الحشيش في 17 من تشرين الأول المقبل. والمستغرب أن 82% من المستطلعين وعددهم 5000 قالوا إنهم لن يتعاطوه ولن يزداد تعاطيهم له بعد تشريعه. ومن بين من يتعاطونه أصلا تبين أن نسبة منهم قد يزداد استهلاكهم للحشيش بعد تشريعه تبلغ 28% فقط. وتحدثت الدراسة عن بعض العناصر المقلقة في تعاطي الحشيش، منها أن 14% من مدخنيه سبق أن قادوا سياراتهم بعد أقل من ساعتين من التعاطي. ووفق هذه الدراسة أشار مركز الإحصاء الكندي إلى أن تعاطي الحشيش يقل مع تقدم العمر. والآن إلى فن الخبر مع دارين شاهين. مرحبا. بدي اياها اغنية جديدة للفنان نصيف زيتون. ريتشارد جير رح يكون قبل المرة الثانية على عمر 70 سنة، والهيئة المياه رجعت الى مجاريها بين براد بيت وجينيفر انستون. بدي اياها اغنية كلاسيكية رومانسية جديدة للفنان نصيف زيتون من كلمات يحيى صالح، الحان احمد بركات، واعداد موسيقى جاك حداد. اشتاق لي وتخاف علي، بدي اياها نام وتحلم بعيني، تكون الفرحة الناطرة، خاف شي لحظة اخسرها، ترسم ضحكي لما تحكي، كل ما اشوفها اغمرها. بدي اياها تمشي بدمي قطعة مني، بدي اياها وقت همي تبقى امي،
فيها يركن تلاقيها يلاقيها تاخد روح تاوي جروح جوا مطلوع يخفيها. نذكر بأنه ألبومه الجديد رح يضم أغنية مصرية لأول مرة وأغنية عراقية إلى جانب الأغنيات اللبنانية. عم يستعد النجم ريتشارد جير البالغ من العمر 69 سنة ليصبح أب للمرة الثانية بعد 4 أشهر من احتفاله بزفافه على صديقته أليخاندرا سيلفا البالغة من العمر 35 سنة. بعد انفصال براد بيت عن جينيفر أنستون عام 2005 كونها رفضت فكرة الإنجاب، التقطت عدسات الباباراتزي صور جديدة لبراد بيت مع جينيفر أنستون بمنزل جورج كلوني. وبالصور عم نشوف جينيفر أنستون هي وعم تتسلل من فيلا جورج كلوني وخلفها مباشرة براد بيت. هيدا كان كل شيء. باي. وإلى فقرة ترندز مع الزميلة سارات صالحة. مرحبا. يبدو أنه كيكي تشالنج بعده ما خلص برغم كل القوانين والإجراءات الصارمة اللي أخذتها عدة دول لوقف هالتحدي، ولكن 3 شباب من الهند قرروا مش بس يكفوا فيه وإنما يرفعوا مستوى التحدي، وبدل الرقص من السيارة قاموا بتصويره من داخل محطة قطارات والقطار عم يمشي ليتجاوز الفيديو الخاص فيهم 1.5 مليون مشاهدة، كونه الأول يلي تصور من داخل قطار. ولكن للأسف الفيديو وصل لقاضي محكمة قرر معاقبتهم على هالتصرف بطريقة ملفتة جدا وألزمهم بتنظيف محطة القطارات يلي كانوا عم يصوروا فيها لمدة 3 أيام متتالية. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. I am here, kar kar kar. Kiki, do you love me? Are you riding? I love you. Kar kar kar. Are you kar? Are you dance kar? Are you dance kar? ومن الهند مننتقل للولايات المتحدة مع موظف بشركة طيران قرر ينتحر بأغرب طريقة ممكنة وسرق طيارة من المطار وأقلع فيها من دون إذن وصار يتجول ويقوم بحركات بهلوينية على جزيرة مجاورة للمطار، الشيء اللي خلق حالة بلبلة وذعر أمني لدرجة انطلق وراء مقاتلتين لم لحقته ولكن ما قاموا بإسقاطه وإنما تحطمت في الطيارة لحالة بعد فترة وجيزة من التحليق. لا تنتشر عدة فيديوز عن طيران هالطائرة على علو منخفض من سكان البلدة بالإضافة للحظات إخماد الحريق من بعد تحطمه. أما آخر أخبارنا فهو مع ميزة ممتعة أم فيسبوك بطرحها على منصة التراسل الخاصة فيه، ورح يصير بالإمكان إجراء محادثات فيديو بتستخدم تقنية الواقع المعزز واللي رح تمكنهم من لعب عدة ألعاب باستخدام وجههم فقط. وطبعا هالتحديث الجديد هو بهدف تعزيز محادثات الفيديو وتفعيلها بشكل أكبر. وقبل ما أختم بدي بشر جميع محبي الإيموجيز عن وصول 55 إيموجي جديد على 2019 بيعكسوا الأزواج بين الأعراق المختلفة بتمثل لخمس ألوان للبشرة من الجنسين، مع خطط بالمستقبل لخلق إيموجي محايد جنسيا. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم وأتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاك ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. كان في النشرة التأليف على جبل الأولمب حيث آلهة الأساطير. أمن الدولة يتوسع على السكة. مطرح ما كنا متمركزين نحن أنشئت عدة قطاعات لإدارات حكومية وأجهزة أمنية تابعة لوزارات أخرى. حسن صبي تستعيد أنوثتها وحقها في الحياة. حلم أهلي أصير بوفيرة أعلم المصدر. الإسمنت يهدد غابة خندق الرهبان. نتمنى على الرهبنة الأنطونية بتخلي هالمتنفس الطبيعي للعالم. نهر بيروت ينافس الموت. اللي منلاقي نحن نفايات منزلية، نفايات صناعية، وجرير، شو بدك موجود بهالنهر؟ الويتر مجبر على دفع البخشيش للمطعم. نحن ما خصنا ندفع، نحن نشتغل برا وها هي.
كيكي من السيارات إلى القطارات. وفي فن الخبر بدي إياها نصيف زيتون. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة. ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء. إلى اللقاء.